واش الدراري، السلام عليكم، نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بطبيعه الحال كلكم عارفين الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم ديال سايكو. بزاف ديال لي كومونتير وصلوني بان الناس كيشوفوا خونا قال كيتلاقاو معاه راه ما مختفي ما حتى شي حاجه، داكشي دبر راسو، انا ما سوقيش في واحد يتختفى ولا يكون باقي ولا شغل هذاك. انا قلت الراي ديالي في فيديو، لقيت بزاف ديال الناس تفاعلوا مع داك الفيديو، تقريبا 50% ديال الناس ضدي و 50% ديال الناس اللي كانوا معايا وعارفين البلان كامل. الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم وهاد بسايكو، انا عارفه غادي يشوف الفيديو، بغيت نقول لك الصراحه، انا كنتحداك ندخل معاك لاي بلاصه وتكون بالاختيار ديال الناس ونشوفوا هاد البلاصه هذه اللي تكون فهمتي فريمون يعني ما كيقدر يدخل لها حتى شي واحد. صافي، ما يبانش لك انك درتي معايا المزيان كيف ما انا حتى انا درت معاك المزيان، وهذيك الدار راه البلان ديالها فيك حيت كيف ما غتشوفوا هاد الفيديو اللي غادي نحط لكم دابا. شوفوا، انا هنا حتى كنت غادي نطلع للطوموبيل وانا نرجع باش نصور لكم منين هما كيصوروا من ورا داك الورد، شي منين كيصوروا من هاد البلاصه. راه صورتها لكم دغيا ورجعت حيت كان تما العساس وكان كيشوف فيا وما فهم والو. انا كنت هنا راجعه في حالاتي، المهم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. الفيديو في الجزء الثاني حتى هو كان باللي كنصور لكم ان الموبلات ان ما كاينش داك الموبل اللي كتهضر عليه هدى. وهنا كنت كنهضر مع العزاز، كنت كنسول فيه ولكن دوماج ما تسمعش حيت كنت كنسجل بلا صوت وانا كان كتصحابني انني كنسجل بالصوت. هادشي اللي كاين، راه هي العماره فين كاينه، هذاك الضو اللي كان شاعل غير ديال العزاز فين ساكن. وسولت السيد هادشي اللي كاين، وكنتمنى انكم يعني تفهموا هادشي وتعرفوا ان هادشي ممنوع والو. وبالنسبه لانس بسايكو، راه عندي الدليل انه هو غير في دارو. ان شاء الله غدا غادي نلوح الدليل ان انس بسايكو كاين غير في دارو غدا ان شاء الله. الفيديو ديال انس بسايكو ومن موراها ان شاء الله غيكون ديال ادم. وصلوني بزاف ديال لي كومونتير، ما يمكنش بزاف ديال التعاليق، بزاف ديال الميساجات في انستغرام. قالوا لي سيمون شرح لنا البلان كيفاش، خونا شنو وقع ليه، بغاو يعرفوا البلان. باين هو السيد بغى يدير واحد الخطوه باش يجمع واحد الكميه ديال الناس فهمتي باش يبقاو متبعينو. قال لك مشى لواحد الدار، مروها فاش مشى يعني شدوه كما كنقولوا دوك جنون في ديك الدار، ما خلاوش يخرج، بقاو عائلته كيقلبوا عليه. الحاجه الوحيده اللي ما اتفقتش معاه، انا الخطه ديالهم مدبر راسهم، انا ما سوقيش فيهم، انا غير حاجه، انا كمتفرج كيبان لي السيد كيهضر كيقول بلي راه عائلته وكلشي كيقلب عليه، ما عرفناش فينا هو. واحد شويه كيقول لك بلي انا عارفه فين كاين، راه مني عارفه خصك تدي عائلته على الاقل. لا نقول لكم مني عارف على انس، اخوتي والدي تيقلبوا عليه، عائلته كلشي تيقلب عليه، في واحد الدار مهجوره تيكونوا في هذيك افارقه مشعودين. هذه هي الحاجه اللي خلاتني انا ندير فيديو ونهضر على هذا البلان، حيت السيد كيدخل كيخرج في الهضره. اش غنقول لكم انا دابا، بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم، بارطاجيوه معاه وقولوا ليه اي بلاصه اختاريتيها، اي بلاصه اختاروا الناس اولا نشوفوا شي بلاصه وندخلوا لها انا وياه. المهم هذا التحدي ليك الصاب، اي بلاصه اختاريتي ندخل معاك ليها ونمشيو لاي بلاصه بغيتي. هادشي ما كاينش حاجه فهمتي، شي حاجه شخصيه ولا شي حقد ولا شي حاجه، هادشي كيبقى في اطار التحديات والمغامرات. اي بلان بغيتي نمشيو ليه، اي حاجه اختاروها لينا الدراري، ما عنديش فيها مشكل، تكون شي حاجه اللي العافيه.